أخبار اليوم. النهاردة معانا مسلسل جامد جدا مسيطر سيطرة على الجمهور العربي، مسلسل محقق نجاح كبير جدا، مسلسل لنجمة كلنا بنعشقها وبنحبها وما زالت مسيطرة على النجاح. تحية ليكي كريم، ليكي فنانة جامدة جدا برغم الفراغ اللي انتوا شايفينها، لكن هي طاقة جبارة، فنانة مسيطرة على النجاح على مدار 3 سنوات. كان المفاجأة الكيمياء الكبيرة اللي بينها وبين النجم العربي ظافر عابدين. تحية كبيرة لتونس ومصر وظافر عابدين وقصة الحب الجميلة اللي بنشوفها تحت السيطرة. تحية كبيرة. المفاجأة بقى اللي كانت في العمل ده هو النجم الجميل جدا أحمد وفيق. تحية كبيرة. وفير مبروك النجاح، مبروك التألق، ومبروك السيطرة. هو بقى مسيطر على الدراما كلها، عنده 3 أعمال محققين نجاح كبير جدا، وهو معروف عنه ان هو منتج النجاح ومنتج الأعمال الناجحة، ودايما بيحصد احسن منتج في رمضان في جميع الاستفتاءات المصريه والعربيه. حيوا معايا النجاح والانتاج والعدل جروب وجمال العدل. تحيه كبيره لاحلى انتاج السنه دي. يوم يعدي بتبتدي يوم جديد، يوم يعدي بتبتدي يوم جديد. فكذلك انت كل يوم لازم تسيطر على اعصابك، تسيطر على نفسك. هو ده المجهود بتاع الكون. الادمان ممكن انسان سرق، ممكن انسان كان مكان حاجه، ممكن انسان عنده مشاكل تبتدي. فالموضوع انا بالنسبه لي اهم شيء الادمان في جواك ازاي. بس هو طبيعي يعني زي ما عزيز قال، يعني اذا وجد الحب يعني اكتشفت انها مدمنه وانا بحبها ما كانتش خدعتني، يعني ادمنت واحده متجوزين. لا انت اتجوزتها، هي عندها ماضي. عندها ماضي بس مش ماضي قصه حب او ادمان يعني، او الحاجات بتاعت زمان ما كانتش صاحبه، يعني الحاجات اللي كانت زمان متعودين عليها. مع عمرنا ما سمعنا الماضي الادمان ده يعني. بس هو كليب بقى الادمان، لكن لو كان ضحكت عليا بس انا خلاص بحبها، خد يا قوي هتحاول معاها، حبك ليها هيخليك وراها لحد ما تخف من الحكايه دي. كلنا صح بقى. ها ايوه كده يلا. ها ها يا عيني.